عمر، بننتقل لموضوع آخر. نحن دائما مشاهدين مثل ما تعودنا دائما ننصحكم بأنكم تحافظون على الصحة وتبتعدون عن الأمور اللي ممكن تكون مضرة للصحة. ودائما الدكتور عادل السجواني يعني في كل أسبوع يختار لنا موضوع ويكلمنا فيه أكثر ويقدم لنا النصائح حول هذا الموضوع. اليوم موضوع الدكتور بيكلمنا عن حب الشباب وطرق علاجه، خلونا نتابعه. صباح الخير والمحبة والسعادة. راح نتكلم عن حب الشباب أو الأكني. حب الشباب منتشر عند الشباب وحتى عند الكبار بشكل كبير جدا. البعض يعتقد أن حب الشباب يحدث نتيجة لأن الشاب يكثر مثلا من الأكل الدهني والأكلات الوجبات السريعة. الواقع أن هذا ما له أي علاقة بحب الشباب. نعم الوجبات السريعة والأكل الدهني غير جيد، لكن ما له علاقة بحب الشباب. حب الشباب يحدث نتيجة تغيرات هرمونية والإفرازات نتيجة أن الشاب بدأ يكبر، الطفل هذا بدأ يكبر، يدخل مرحلة اليافعين ومرحلة الشباب، فيصير عنده زيادة في إفرازات بعض الغدد الدهنية والعرقية، مما يسبب نوعا ما أنها يبدأ الجسم يسكر عليها وتصير أن هذه الحبوب منتشرة في الجسم. هي اسمها حب الشباب لأنها تبدأ من عمر الشباب إلى عمر 40 سنة، لكن في ناس فوق 50 سنة وكذلك مصابين بحب الشباب. الأسباب غير معروفة، هي نتيجة فترة الشباب، والفترات هذه فيها تغيرات هرمونية كثيرة جدا، ولكن توجد بعض الأمور لها علاقة بالتاريخ العائلي والوراثي وغيرها في الجسم. الإصابة بحب الشباب لا يعني أن أنت راح تتم معك حب الشباب طول العمر، ولكن معناته أنك لازم تعالج مبكرا علشان ما تترك آثار تعيش معك طول العمر. إذا أنت عندك طفل أو ولد أو بنت وأصيبوا بحب الشباب، أو حتى أنت أصب بحب الشباب، كيف تعرف أن هذا حب شباب؟ البعض يعتقد أن حب الشباب فقط في منطقة الوجه. الواقع أن حب الشباب ممكن يكون في الوجه والجبهة واليدين والكتفين وحتى الصدر والظهر، يعني ممكن يكون في أعضاء جسم كثيرة وليس فقط في الوجه. في حالة إصابة الشخص بحب الشباب لازم تراجع الطبيب في أقرب وقت. ليش؟ لأن إهمال العلاج راح يترك آثار حب الشباب لين ما تكبر، ومرات حتى بعد ما تتعالج يكون هناك ندوب. كثير من الناس يقول لك دكتور أنا ياني حب شباب وتعالجت وتركت آثار، لأنك ما عالجت مبكرا وفي نفس الوقت كنت كثير الحك لهذه المنطقة. كثير من الناس يحسون بعدم ارتياح من الحبوب فيبدأ يحكونها، وكثر الحك هذه تترك حفر وندوبات للأسف ما لها علاج طول العمر. فالعلاج المبكر وعدم حكها هو الأساس. كيف نعالج حب الشباب؟ أولا لابد أن نفرق، في هناك بشرة دهنية وبشرة جافة، فالطبيب لازم يفرق أي واحد فيهم، يعني يعطي أي نوع من الغسول. هناك نوع من الصوابين والمنظفات وغسول الوجه اللي ممكن تفيد حسب طبيعة بشرة كل شخص. بعدين نبدأ في مرحلة المقشرات، هناك عدة كريمات تساعد في تقشير هذه الحبوب. نبدأ بالمرحلة الأولى أن نعطيه فقط كريمات مقشرة، كريمات مقشرة بنزال بايروكسايد أو ريتينويد أو هيدروكسكلو، كثير من الأمور اللي ممكن نحن تساعدنا في تقشير هذه المنطقة. كذلك لأن هناك بكتيريا تروح على هذه المنطقة وتحاول تخليها تلتهب، فممكن نعطيك مضاد حيوي عن طريق كريم وليس عن طريق الفم. هذه المرحلة الأولى. كثير من الناس يستجيبون للعلاج بالمرحلة الأولى، لكن هناك ناس يبدأ حب الشباب عندهم يكثر ويسبب نوعا ما إحراج بشكل كبير جدا، فننتقل للمرحلة الثانية وهو أعطاهم مضاد حيوي من طائفة التيتراسايكلين أو التيتراسايكلين، نعطيهم على شكل حبوب، وكذلك كثير من الناس يستفيدون من هذا العلاج وتروح عندهم حب الشباب. لكن في ناس ما يستفيدون، نلجأ للعلاج الثالث وهو إعطائهم بعض المواد أو الحبوب اللي آيزوترونين، اللي هي تعمل على تقشير هذه المناطق عن طريق الفم. هذه الحبوب ممتازة لكن لا تعطى لأي شخص عنده حب الشباب، فقط تعطى للناس اللي ما استجابوا للعلاجات الموضعية. اللي يأخذ هذه الحبوب لازم يخلي في باله شيء محدد. أول شيء، هذه الحبوب قد تؤثر على وظائف الكبد وقد ترفع معدل الدهون والكوليسترول في الجسم، فلا بد من الشخص أنه يوم يأخذها يراجع مع طبيب الجلدية المختص، وكذلك قبل العلاج يعمل فحوصات يتأكد أن الكبد والكوليسترول عنده جيد، ومن ثم شهريا يعمل الفحوصات لمتابعة وظائف الكبد وارتفاع الكوليسترول في الجسم. هذا الشيء الأول.
وثاني شيء لو كانت امرأة فلازم تتأكد أنها غير حامل فترة العلاج، ولازم ما تحمل في فترة العلاج لأن هذا الدواء يضر الجنين بشكل كبير جدا، فلا بد من عدم الحمل في فترة العلاج عن طريق هذه الحبوب. هذه الحبوب تعمل على تنشيف الوجه، فقد يحس الإنسان أن هو نوعا ما البشرة عنده صارت حساسة أو الوجه عنده ناشف بشكل كبير جدا، فلازم يستخدم مرطبات بشكل مستمر. واقي الشمس وايد مهم في الناس اللي يأخذون هذه الحبوب لحب الشباب، وبعد ما يتعالج مع الطبيب المختص يشوف ويهتم ببشرته والوجه عنده بشكل جيد سواء كان رجل أو كانت امرأة. من بعض الشائعات الخاطئة المنتشرة عن حب الشباب أن الأب أو الأم يقولون حق ولده حب الشباب بفعل الحلويات، أنت تاكل حلويات وايد وسكريات وايد وعشان كذي يالك حب شباب. هذا التصرف غير صحيح أبدا. نعم الحلويات غير جيدة، السكريات هذه غير جيدة للجسم، لكن حب الشباب ما له دخل بالسكريات، فلا نعمل ضغط نفسي على الطفل أو على الشاب ونقول له أنت سبب حب الشباب، هو ليس سبب في حب الشباب أبدا. كذلك كثير من الناس يقولون فالحلويات ما لها أي دخل بحب الشباب. نصيحة، إذا أنت أو ولدك أو بنتك يعانون من حب الشباب، العلاج المبكر يخليك تستانس بالبشرة إلين ما تكبر. ها نحن معكم من جديد مشاهدينا الكرام، بعد ما تعرفنا مع الدكتور عادل سجواني على حب الشباب، كيفية علاجه، التعايش معه، طرق أيضا أو الفترة التي يمكن أن يصاب فيها الفرد بحب الشباب، وكيف ممكن أن يلجأ بعلاجه بتدرج ليس بشكل نهائي ومفاجئ. أما انتقالنا مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر، افتتح مجلس الشارقة الرياضي التسجيل لفعاليته الجديدة إكوالثون الحمرية الشارقة، والتي تستهدف مشاركة 200 من كلا الجنسين، وهذا ضمن سلسلة فعاليات المجلس لتحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة وتفعيل دور الرياضة المجتمعية وجعل الرياضة أسلوب حياة المثالي ونشر الثقافة الرياضية في الإمارة الباسمة، وهذا لمختلف الأعمار والجنسيات. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ بدر إبراهيم الزرعوني، وهو عضو اللجنة المنظمة لإكوالثون الحمرية. حياك الله وصبحك بالخير. صباح النور، يا هلا ومشكورين على هاي الاستضافة اللي مو بغريبة على قناة الشرقية اللي هي دوم سباقة لاستضافة أو لتنوير الناس بالفعاليات اللي موجودة في الشارقة. يا مرحبا بك أستاذ بدر. طبعا أستاذ بدر، نحن حابين نتعرف على إكوالثون الحمرية ونتعرف على الفعاليات ونتعرف أيضا على أنواع الرياضات الموجودة في هذه الفعالية، لكن في البداية عرفنا على معنى إكوالثون. الأكواثلون عبارة سباق ثنائي تجمع بين السباحة والجري، يبتدون بالسباحة ويخلصونها بالجري، هي من ضمن السباقات الثلاثية، هي الترايثلون اللي هي السباحة والدراجة الهوائية والجري، بس هاي الأكواثلون عبارة عن سباقين اللي هي السباحة والجري. سباحة والجري، ممتاز. إذن نعم. نتحدث عن أهداف هذه الفعالية وهذا النشاط الرياضي والمتظاهرة الاجتماعية التي تحفز على الرياضة، الهدف الأساسي لها؟ الهدف الأساسي من هاي الرياضة بصراحة هي تشجيع الرياضة بالنسبة للفئة المجتمعية، والتعريف الناس بهذه الرياضة اللي يمكن غير معروفة لكثير من الناس الصراحة، يعني نخلي المجتمع يمارسون هاي الرياضة المتنوعة لأسلوب حياة صحية. ومن ناحية السياحية أيضا تعريف بأبرز الأماكن الموجودة في الشارجة مثل الحمرية، اخترناها كشاطئ جميل، الناس يعني يمكن أول مرة يزورون الحمرية، نعم، فبيتعرفون على منطقة الحمرية بشكل أكبر. جميل. يعني قبل تبتدون فعاليات هذا الإكوالثون أستاذ بدر، كانت أيضا في فعاليات أخرى وفي مثل الأنشطة الأخرى اللي تعرفون فيها كل اللي بيشاركون معاكم في هذه الفعالية، خبرنا أكثر عن الشروط اللي وضعتوها ومن خلالها تقبلون الأشخاص اللي بيشاركون معاكم في هذه الرياضات. بالنسبة للمشاركة في هذه الفعالية، طبعا احنا بالتعاون مع احنا شركة القدرة الخدمات الرياضية بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي ننظم كل الفعاليات الرياضية الموجودة في إمارة الشارقة. قبل هذه الفعالية كانت موجودة فعالية جري سيتي سنتر الزاهية، الأجواء جدا حارة برا، فابتكرنا جري أو سباق أو تنافس جديد اللي هي عبارة عن سباق في المود.
بأجواء باردة وأجواء تنافسية كانت، ومسافتين 4 كيلو و8 كيلو، والحمد لله قدرنا نستقطب كمية كبيرة من المشاركين لدرجة أن سكرنا التسجيل من كثر ما شاء الله العدد قام يزيد. ما شاء الله. المول ما يستحمل، يعني 350 شخص وسكرنا خلاص، يعني لأن عدد كبير عشان نحافظ على التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية كذلك. بالنسبة لهذه الفعالية، المشاركة متاحة لفئات المجتمع من عمر 12 سنة وما فوق، يعني والشروط موجودة في صفحة التسجيل، كل الشروط موجودة هناك يعني. ممتاز. إذا تحدثنا عن الجاهزية، ما هي مدى الجاهزية لاستقبال هؤلاء المشاركين بهذا العدد الكبير مثل ما ذكرت؟ احنا طبعا قبل كل سباق في اجتماعات مع كل الجهات المختصة لهذه المنافسات، خاصة انها تكون سباقات نفس في البحر وخارجية، يعني اجتمعنا مع الجهات المعنية كشرطة عجمان ونادي الحمرية وبلدية الحمرية كذلك، ومركز الشارقة للتطوع، وكذلك فريق أسعد شعب للتطوعي وفريق ساند للتطوعي، وكل الجهات المعنية اجتمعنا معاهم، والحمد لله توصلنا إلى كل الخطط لإنجاح هذه الفعالية إن شاء الله. يعني استاذ بدر، واكيد من اجل سلامه المشاركين. ان شاء الله. ذكرت قبل شوي ان في احدى الفعاليات اللي نظمتوها الفتره السابقه وصل عدد المشاركين 350 متسابق ومشارك، وفي اكواثلون الحمريه ايضا 200 مشارك راح يكونون معاكم في هذه الفعاليه، فهذا يدل على الحمله الاعلانيه والترويجيه الكبيره اللي تسوونها من اجل استقطاب كل المتسابقين ومحبي الرياضه. كيف تروجون عن هذه المسابقات وهذه الفعاليات؟ الحمد لله رب العالمين، احنا عندنا يعني كل الجهات الاماكن السوشيال ميديا الجرايد كذلك التلفزيونات، وانتم ما شاء الله ما تقصرون كذلك داعمين لنا في كل السباقات، فعندنا منصات التواصل الاجتماعي، منصة المجلس الشارقة الرياضي، ومنصات الفرق التطوعية كذلك، ونادي الحمرية، ومنصة شركة القدرة للخدمات الرياضية كذلك، وعندنا طبعا داتابيس او يعني مخزون كبير من المشاركين، احنا نطرش لهم ايميلات وكذا، يعني ما شاء الله التسجيل يكون كبير علينا، واحنا حاطين العدد المحدد هذا مثل ما تعرفون الاجراءات الاحترازية اللي موجودة يعني. صحيح. طيب، إذا ما تحدثنا عن الحملة الإعلانية والترويجية لإكواثلون الحمرية، هناك فعاليات سبقت الانطلاقة لهذه الفعالية، نتحدث عن الفعاليات التي سبقت وتم إطلاقها مسبقا. مثل ما ذكرت، الفعاليات اللي قبل كانت هي فعالية جري سيتي سنتر الزاهية، هذه أول فعالية كانت خلال هاي السنة، وطبعا وثاني فعالية أكواثلون الشارجة، وعندنا فعاليات قادمة كذلك، في الفعالية إن شاء الله المنتظرة القادمة فعالية تحدي السحب للدراجات الهوائية، هي تحدي جميل بيكون، ونتوقع عدد كبير بيشارك في هذه الفعالية، الانطلاقة من فندق أوشنك إلى السحب. أكيد في هذه الفعاليات يعني مركزين ومحافظين على معايير الأمن والسلامة لكل المتسابقين معاكم، خبرنا عن الأمور اللي موفرينها واللي تحفظ لهم سلامتهم وصحتهم في هذه الفعاليات. مثل التحضيرات هذه احنا نقوم فيها لأجل سلامة جميع المشاركين من أول وصولهم لنا إلى ما يتوكلون على الله ويروحون، من فحوصات طبعا نتاكد ان كل المتسابقين اجروا فحص البي سي ار قبل السباق ب 48 ساعه، واحنا بعد نشيك عليهم قبل ما يدخلون موقع التسجيل والانطلاقه، والشرطه موجودين والاسعاف موجودين والشوارع كلها تكون مسكره، يعني نمنع دخول اي من الجمهور كذلك لأجل سلامتهم. ممتاز. والفرق الإنقاذية طبعا موجودة في أكواثلون الحمرية، لأن السباق بيكون إلى 350 متر أو الفئة الثانية 700 متر في البحر، فنتوقع أن في مشاركين يمكن يبون يجربون كأول مرة وما عندهم الخبرة الكافية في السباحة،
فاحنا مجهزين هالشيء والفرق الانقاذيه موجودين على طول. ممتاز. هناك ايضا تتويج هو تشجيع للفائزين والمجتهدين في هذا السباق، نتحدث ايضا عن هذا الجانب التشجيعي لهم. طبعا اكيد اللي يتنافس واللي يحب التنافس بيكون نظره على المركز الاول، فاحنا في فئات طبعا احنا مستهدفينهم، اللاعبين الدوليين كذلك بيكونوا مشاركين. ف الميداليات اولا احنا مجهزين موفرين ميداليات المشاركه لكل المشاركين اللي بيجون لنا او بيشاركون ويانا، بعد ما ينهون اللي عليهم بياخذون ميداليه تذكاريه. والتتويج بيكون في تتويج الفئات للمجموع العام والفئات العمريه. ممتاز. المجموع العام الاجانب والمواطنين. كذلك احنا نحفز المواطنين بالمشاركه نسوي لهم فئه خاصه. ممتاز. شيء حلو والله. لو تعطينا نبذه شوي استاذ بدر عن هذه الفئات وعن هذه التقسيمات اللي وضعت في هذه الفعاليه. الفعاليه هذه عباره عن انطلاقتين، بتكون انطلاقه السبرنت اللي هي مسافه ال 700 متر سباحه و5 كيلو جري، ومسافه السوبر سبرنت اللي هي من 12 سنه وفوق اللي هي 350 متر سباحه وكيلوين نص جري. وهذه للمواطنين وايضا لغير المواطنين؟ كل الفئات، نعم، المواطنين وغير المواطنين. ولفئه الاناث ايضا والذكور، يعني فاتحين المجال لعدد كبير من الفئات المستهدفه اللي ممكن ان هي تشارك معاكم في مثل هذه الفعاليات. اكيد استاذ بدر في رؤيه، نعم، في اهداف، في رساله حابين انكم تحققونها من خلال هذه الفعاليات، شو الاهداف اللي حابين ان هي تتحقق من بعد هذه الفعاليه؟ اهم هدف لنا ان الجميع يكونون بصحه وسلامه اولا. وهاي الرياضة التنوعية وايد يعني تحرك من عضلات الجسم وصحة عامة للجميع. بالعكس يعني هاي يعني والسباقات هذه فيها روح التنافس للمجتمع، ونعرف المجتمع بالرياضات المتنوعة وبالأماكن السياحية في الإمارة. والحمد لله يعني الفئة الكبيرة اللي تشارك هاي هذا يعني دليل النجاح لنا الحمد لله. صحيح. واحنا كذلك ما نكتفي بس ما احنا كمجلس الشارقة وشركة القدرة ما نكتفي بالمشاركة الفعلية، احنا نفتح الفئة الافتراضية، يعني في بعضهم مثلا ما يقدرون يحضرون في السباق، فنسوي لهم فئة افتراضية انهم يمارسون السباق هذا خارج المكان. واحنا نبعث لهم الايميل ويطرشون لنا النتيجه اللي هم سووها ونوصل لهم الميداليه الى باب البيت. يا سلام، والله بعد يعني اجتهاد واعتقد شيء مميز من قبلكم، يعني يستطيع ان يقوم بهذا السباق بعيدا وخارج عن يعني الموقع اللي مقام فيه السباقه. نعم، لان العدد مثل ما يعني مثل ما ذكرتوا 200 شخص، احنا متوقعين التسجيل يكون وايد كبير، بس احنا سكرنا على 200 على الأوامر اللي صدرت لنا، أن مثل ما تعرفون الأوضاع الموجودة حاليا ما نبغى التكاثف، ما نبغى الزحمة، ففتحنا الفئة الافتراضية هذه لاستقطاب يعني مجموعة كبيرة من المشاركين. يعني نعم، الله يقويكم ان شاء الله في هذه الفعاليه وفي الفعاليات الاخرى. واكيد استاذ بدر يعني ايضا في خطط وفي فعاليات اخرى راح تكون ان شاء الله في الايام القادمه، لو تعطينا نبذه عن الجديد من الفعاليات اللي ياسين تحضرون لها. بعد فعاليه اكواثلون الحمريه طبعا عندنا تحدي السحب اللي هي تحدي ضد الساعه، ان كل يعني 180 مشارك ان شاء الله بيكونون مشاركين بالدراجات الهوائيه، ينطلقون من فندق اوشنك الى منطقه السحب الى فوق قمه السحب. الانطلاقات بتكون فرديه. هالنوع من السباقات تعطي حماس ان اللي يخلص اسرع اللي هو بيكون الفايز. ممتاز. يعني بالوقت اللي موجود يعني بيكون 8 كيلو. ممتاز. بعد اكواثلون، بعد تحدي السحب، عن دواثلون الشارجة إن شاء الله. دواثلون عبارة عن سباقين اللي هو جري وسيكل وجري، بيكونون في منطقة الشارجة في الممزر إن شاء الله. وبعدها الحدث الكبير اللي احنا مسوينا نص ماراثون كلباء عندكم إن شاء الله. يا سلام. نعم، نص ماراثون كلباء لين حين الصراحة احنا أعلننا من أسبوع تقريبا من قبل 10 أيام، لين حين أكثر من 350 مشارك ما شاء الله. هذا اللي راح يقام في كلباء ان شاء الله.
في كلباء، من في شاطئ كلباء 21 كيلو جري، العدد المستهدف ان شاء الله 1000 مشارك. ما شاء الله ممتاز. نعم. ان شاء الله ان تكون لنا مشاركه، ما ادري نصلح نشارك نحن. اكيد اكيد الكل لازم يشارك، لان فيها اربع فئات، الكيلوين ونص والخمسة كيلو والعشرة كيلو والحدث الكبير اللي 21 كيلو. ما شاء الله. فالكل نبا يشارك والأجواء بتكون حلوة، تاريخ 29/10 إن شاء الله، شهر 10، وما شاء الله الأجواء عندكم بعد وايد حلوة. فنتوقع سباق إن شاء الله بيكون جديد ومجتمعي كبير. الله. يعني 21 كيلو ما شاء الله، يعني مسافة ليست بقصيرة أو البسيطة. أنا علي بالواحد وبخلي العشرين للربع يعني إن شاء الله. المشاركين 350 حاليا كلهم في فئة 21 كيلو. ما شاء الله ما شاء الله. منافسة قوية راح تكون. طبعا. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. سعد بدر شكرا لك لحضورك معنا وقبولك دعوتنا عبر الاتصال المرئي لصباح الشرقية، شكرا لتوضيحك لنا هذه الفعاليات المميزة أمانة من قبل المجلس ومن قبل القدرة اللي دائما ما تبدع في فعالياتها وبرامجها الرياضية، وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق في قادم الأيام. إن شاء الله، وجزاكم الله خير أنتوا على الدعوة هذه، وأنتوا سباقين في كل المجالات الحمد لله، وما تقصرون لتوصيل هذه المعلومة لكل أفراد المجتمع. جزاكم الله خير. شكرا. طيب الآن مشاهدينا الكرام ننتقل معكم إلى موضوع آخر. ازدانت المدن والمناطق التابعة لإمارة الشارقة بتطورها العمراني، فمنطقة النحوة هي أحد تلك المناطق التي تم إضافة عدد من الأعمدة الخاصة بالإنارة في شوارعها وأيضا بالطرق الذكية. خلونا نتابع معاكم تفاصيل التقرير التالي عن هذه الأعمدة لإنارة منطقة النحوة. تتمتع منطقة النحوة التابعة لإمارة الشارقة بجمال طبيعتها الخلابة التي تأسر ناظريها من الوهلة الأولى، فهي قابعة بين أحضان الجبال بعيدة عن صخب المدن، وتأسرها الحياة الطبيعية البسيطة، ولكن مع التطور والعمران تم تعبيد الطرق المؤدية إليها والعمل عليها لتيسير الوصول، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة على طول الطريق تعد من التقنيات الذكية للإنارة. كما تم تجهيز وتركيب أعمدة ذات تقنية عالية في منطقة النحوة القديمة، وبجانبها عدة أعمدة إنارة بالتقنية السابقة، حيث سيتم استبدالها بأحدث تقنية لإنارة الشوارع، لا سيما أن النحوة القديمة تكون على الطريق المؤدي إلى المزارع. تحولت النحوة من قرية صغيرة إلى منطقة يتوافر فيها ما تحتاج إليه المدن، وتزخر بكافة احتياجات المواطنين وزوار المنطقة. تابعنا معاكم مشاهدينا هذا التقرير وتعرفنا فيه أكثر على منطقة النحوة وآخر الأمور المستحدثة فيها من أعمدة إنارة لكل الطرقات الداخلية والخارجية. ومن بعد هذا التقرير نكون وصلنا معاكم لختام صباح الشرقية لهذا الصباح. أتمنى مشاهدينا أنكم استمتعتوا واستفدتوا من كل المواضيع اللي تطرقنا لها، ونشوفكم إن شاء الله باكر في حلقة جديدة، ومع السلامة. حياكم الله.